السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن. طبعا الحصة السابقة أخذنا إحنا عن الأعداد المركبة، وعرفنا الأعداد المركبة بأنها هي الأعداد تتكون من جزئين، وحكينا القاعدة اللي تتعلق بالعدد العددين 11 و12 وحكمهم مع المعدود من حيث التذكير والتأنيث، وتناولنا العددين 11 و12 من حيث الإعراب. واليوم إن شاء الله بهاي الحصة وحكينا انه معدود هذه الاعداد دائما يكون تمييز منصوب وعلامه نصبه تنوين الفتح. اليوم ان شاء الله راح نستكمل معاكم القاعده، وراح ناخذ قاعده الاعداد نكمل من 13 الى ايش، الى 19، يعني نفسنا درسنا نفسه اللي هو الاعداد ايش، الاعداد المركبه. راح اكتب الان مجموعه من الامثله وبعدين راح نستخلص القاعده مع بعض. اكتب معي الامثله: رجع، الباحث، إلى. الآن عندي فراغ وفي عندي كلمة مسألة وفي بين قوسين العدد 15. 2 باع التاجر، فراغ وفي عندي صندوقا وبين قوسين العدد 16. الآن 3 أو يزرع المزارع، فراغ شتلة وفي عندي بين قوسين العدد 19. 4 في المكتبة، راح يكون عندي فراغ في المكتبة باحثا وفي عندي بين قوسين العدد اللي هو ايش، 17. طيب الآن خليك معي عزيز الطالب، الآن بعد ما كتبنا هاي الأمثلة الآن في عندي مجموعة من الجمل. طبعا رجع الباحث إلى، في عندي عدد بين قوسين اللي هي هاي الأعداد كلها بين قوسين، جميعها أعداد إيش؟ أعداد مركبة تتكون من جزئين، جزء أول وجزء ثاني. الآن لما أنا أحكي رجع الباحث إلى، أول إشي حكينا يا تامن نتطلع على المعدود، المعدود اللي وقع عليه إيش؟ العد. المعدود في هاي الجملة هو مسألة. الآن مسألة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. طبعا مسألة راح أجي شو الضبط لها راح يكون؟ حكينا معدود هاي الأعداد، خلينا نستذكر شو راح يكون، تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين فتح، ما راح أجي أحط تنوين الفتح. يعني طلبت منك يا تامر تضبط لي المعدود بتحط عليه تنوين فتح على طول، وبتعرب لي إياه تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طيب خلينا نشوف هسا الآن كيف راح أكتب العدد 15 بالكلمات. الآن الأعداد من 13 إلى 19 في عندي جزئين، الجزء الأول راح يخالف المعدود والجزء الثاني راح يوافق إيش؟ المعدود. بمعنى الآن المعدود مسألة، إحنا قلنا الجزء الأول راح يخالف، المعدود مؤنث معناته 5، راح أحكي 5 ولا 5 بما أنها مخالف؟ 5. طيب هون مخالف بأنه هون مؤنث، راح يكون هذا إيش؟ مذكر. طيب هذا الجزء الأول، راح نشوف الجزء الثاني اللي هو راح أكتب 10 ولا 10. الجزء الثاني يا تامن راح يوافق، بما أنه عندي هون مؤنث راح أخليها مؤنث، شو راح أقول؟ 15 مسألة. هون مؤنث راح تكون الجزء الثاني مؤنث، بينما الجزء الأول راح يكون مخالف، راح يكون إيش؟ راح يكون مذكر. طبعا بالنسبة للضبط شو حكينا؟ الأعداد المركبة مبنية على فتح إيش؟ مبنية على فتح الجزئين، معناته هون راح أحط فتحة وهون راح أحط فتحة.
لا تحكي لي لأنها صدقت بحرف جر. إحنا قلنا يبنى على فتح الجزئين بغض النظر عن موقع الإعرابي. سبق بحرف جر، جاء مبتدأ، دائما بحط إيش؟ فتحة على الجزئين. الآن أنا في الإعراب بحكي في محل كذا، أما بالنسبة للحركة ما له دخل. إذا العدد 15، الآن بنشوف المعدود مؤنث. العدد 15 الجزء الأول، الأعداد من 13 ل 19، الجزء الأول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافق. بما أنه المعدود مؤنث راح أخلي الجزء الأول مخالف، راح يكون هون مذكر وهون راح يكون إيش؟ مؤنث. موافق موافق، الجزء الأول شو راح يكون؟ راح يكون مخالف. طيب ننتقل للمثال الثاني. باع التاجر فراخ صندوقا. في عندي بين قوسين العدد 16، طبعا جميع هاي الأعداد أعداد إيش؟ أعداد مركبة. الآن أول خطوة بعملها صندوقا، هاي المعدود. الآن صندوقا مذكر، خليك معي تامن. طبعا كلها إعرابها تمييز، راح يكون نفس الإعراب، تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن 16 جزئين، إحنا حكينا الجزء الأول راح يخالف، بما إني عندي هون مذكر راح يكون الجزء الأول شو راح يكون؟ مؤنث. معناته راح يكون مؤنث، معناته أنا راح أكتب 6. الجزء الثاني موافق، هون مذكر شو راح يكون؟ هون مذكر. 16 صندوقا، وراح أحط فتحة لأنه مبني على فتح إيش؟ الجزئين. ماشي معاي؟ طيب الآن هون أنا راح أعرب رجعة فعل ماضي مبني على الفتح. الباحث فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن إلى حرف جر. حكينا الأعداد المركبة باستثناء العدد 12، كيف راح يكون إعرابها؟ عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف إيش؟ الجر. يعني ببدأ الإعراب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في حسب موقعه من إيش؟ من الإعراب. هاد وضع الأعداد من 11 إلى 19، طبعا باستثناء 12 لأنه حكينا الجزء الأول يعامل معاملة المثنى والثاني اسم مبني على الفتح لا محل له من إيش؟ من الإعراب. طيب وطبعا مسألة أعربناها تمييز منصوب. هون باع نفس الشيء، راح تكون فعل ماضي مبني على الفتح. مين القام بالبيع؟ التاجر، طبعا كمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن 16 حكينا، يلا شو بنبلش في الإعراب؟ عدد مركب مبني على فتح الجزئين. الآن يا تامن في محل إيش؟ شوفوا لي موقع من الإعراب، فعل فاعل، شو راح يكون هون؟ في محل نصب مفعول به. وطبعا معروف تمييز منصوب، صندوقا راح يكون تمييز لأنه معدود هاي الأعداد إيش راح يكون؟ تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. راح نشوف يزرعوا. يزرعوا طبعا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة على آخره. مين القام بالزراعة؟ المزارع. المزارع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الآن راح أشوف المعدود. المعدود شتلة مؤنث أكيد صح؟ في علامة علامة التأنيث. طيب يا تامر خلينا نضبطها. المعدود قلنا معدود هاي الأعداد شو إعرابه؟ تمييز، شو راح احط عليه؟ فتحة، تنوين فتح، تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين ايش؟ تنوين الفتح. الآن نيجي للعدد اللي بين قوسين اللي هو 19. طبعا نفس القاعدة، الجزء الأول يخالف والجزء الثاني ايش؟ يوافق. الآن بما انه انا عندي مؤنث راح احط الجزء الأول 9 ولا 9؟ يلا. يزرع المزارع 9، الجزء الثاني راح يوافق، خليك معي. 10 شتلة، شايفين هون مؤنث، هون شو صارت؟ مؤنث لأنه موافق، وهون مخالف خلينا إيش؟ خلينا مذكر. طيب راح أحط طبعا هون فتحة وهون فتحة لأنه عدد مركب مبني على فتح إيش؟ على فتح الجزئين. عندي الإعراب يعني لما أجيب لك يا تامن تضبط لي العدد المركب، خلص لا تتطلع على اللي قبليه ولا اللي بعديه، بحط فتحة على الجزئين لأنه عدد مركب مبني على فتح الجزئين. نفس الشيء لما أحكي لك تضبط لي المعدود بما أنه تمييز، خلص تنوين فتح. باستثناء العدد 12 طبعا له حالة خاصة. الآن خلينا نعرف مع بعض 9 10.
في عندي فعل وفي عندي فاعل. طبعا راح أبدأ الإعراب بعدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. في المكتبة فراغ باحثا، طبعا حكينا هون في المكتبة شو حكينا يا تامر لما تبدأ الجملة بشبه جملة؟ طبعا شبه الجملة مستحيل مبتدأ يجي شبه جملة، بكون عندي خبر ايش هون؟ مقدم، لازم معناته اعرف انه هون خبر مقدم معناته البعدي شو راح يجي؟ مبتدأ ايش؟ مبتدأ مؤخر. الآن خلينا ننتقل للمعدود باحثا، طبعا باحثا هو المعدود وقع على العد، المعدود مذكر ماشي؟ راح نشوف العدد 17، حكينا يخالف في الجزء الأول، معناته راح أحكي في المكتبة، راح أحكي سبعة ولا سبعة؟ بما إنه المعدود مذكر الجزء الأول إيش؟ يخالف، شو راح نحكي معناته؟ راح نحكي سبعة عشرة باحثا، هون مذكر، طبعا راح يكون عندي هون مذكر، وهون راح يكون إيش؟ مؤنث، لأنه بخالفوا في الجزء الأول وبوافقوا في الجزء إيش؟ في الجزء الثاني. طبعا باحثا راح يكون إعرابها معروف تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طيب الآن بالنسبة للضبط، يلا يا تامر شو رأيكو بدون ما تطلع؟ فتحة فتحة، وطبعا التمييز دائما عليه تنوين ايش؟ فتح. الآن بالنسبة للإعراب، يلا ببدأ الإعراب بعدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، بما انه خبر مقدم في محل رفع مبتدأ ايش؟ مؤخر. اصل الجملة سبعة عشر باحثا في المكتبة. طيب ناخذ كمان مثال ولا وصلت؟ خلينا ناخذ مثال كمان خمسة. لو حكينا حضرت فراغ متسابقة، وراح أحط بين قوسين العدد اللي هو إيش؟ 14. الآن أول إشي يلا نتأمل، راح أشوف المعدود اللي هو متسابقة. المعدود مؤنث أم مذكر؟ مؤنث، طبعا باجي بحط عليه تنوين فتح لأنه معروف تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين إيش؟ تنوين الفتح. طيب الآن أنا عندي عدد مركب بين قوسين اللي هو العدد 14، وقلنا يخالف الجزء الأول يخالف والجزء الثاني إيش؟ يوافق. الآن بما أنه متسابقة مؤنث معناته الجزء الأول بده يكون مخالف لها، راح أخليه إيش؟ مذكر. حضرت أربعة عشرة متسابقة، وراح أجي فتحة هون وفتحة هون، معروف لأنه مبني على فتح إيش؟ الجزئين. إذا هون مؤنث منلاحظ، وهون مؤنث، وهون إيش؟ مذكر. خالف في الجزء الأول ووافقوا في الجزء إيش؟ في الجزء الثاني. وراح يكون إعرابه طبعا، يلا زي ما بلش الإعراب، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل ايش؟ خلينا نشوف. حضر فعل ماضي مبني على الفتح، تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، معناته في محل رفع ايش؟ فاعل. وحضر فعل ماضي مبني على الفتح، وهاي التاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب.
إن شاء الله تكون فهمت يا تامن. طب خلينا نلخص القاعدة بشكل عام. يلا، العدد المركب هو العدد الذي يتكون من جزئين، حكينا العددين 11 و12 يوافقان بجزئيهما المعدود من 13 إلى 19 يخالف الجزء الأول المعدود ويوافقه في الجزء الثاني. طبعا معدود جميع هذه الأعداد بنسميه إعرابه راح يكون تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. تعرب جميع الأعداد المركبة عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل باستثناء العدد 12. يضبط جزء هذه الأعداد بالفتحة بغض النظر عن الموقع الإعرابي. بالنسبة للعدد المركب اللي هو 12 يعامل الجزء الأول معاملة المثنى بحيث يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. بالنسبة للجزء الثاني يضبط بالفتحة ويعرب اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن شاء الله يا تامن تكونوا استوعبتوا. سهل، درس سهل بس بده مراجعة سريعة. خلص إنه أعداد مركبة من 11 ل 19، اعرف لأنه جميع هذه الأعداد ببدأ الإعراب فيها عدد مركب مبني على فتح جزئين، فتحة فتحة، المعدود عليه تنوين فتح وإعرابه تمييز دائما. طبعا ببدأ الإعراب عدد مركب مبني في محل، بشوف موقعه الإعرابي في محل كذا، بس الضابط دائما فتحة. طبعا هذا الحكي باستثناء العدد 12، العدد 12 جزئين، جزء أول بنعربه معاملة المثنى بنعامله، والجزء الثاني بحط عليه فتحة وبعربه اسم مبني على الفتح لا محل له من إيش؟ من الإعراب. ولا تنسى إنه 11 و12 حكمهم مع المعدود يطابقان بجزئيهما المعدود، يعني مذكر تنتين مذكر، المعدود مؤنث تنتين، الجزئين راح يكونوا إيش؟ مؤنث. بالنسبة ل 13 و19
يخالف المعدود في الجزء إيش الأول فقط، أما في الجزء الثاني يوافق مين المعدود. وإن شاء الله نستكمل الحصة القادمة، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.